السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. معكم طارق الجاسر. أكيد أنتم تابعتوا حساباتي على السوشيال ميديا أو سمعتوا صوتي على إذاعات اليو أف أم من خلال برنامج دبل كليك. طبعا من اهتماماتي أيضا خبير تقني وصانع محتوى رقمي، واليوم أنا ماني موجود لحالي، موجود معاي. ببدأ من اليمين، معي ماجد أندرويد أو ماجد أندرويد، عاد أنت معروف بهذا المسمى دائما. ماجد تخيل، مراجعة جوالات ومن خلال التويتر بالذات، واشتهرت باسم ماجد أندرويد زي ما عرفت. يعطيك العافية. وعندنا أبو يزيد أحمد الزهراني، عاد أنت معروف وما يطلع شكلك إلا على سعودي أندرويد. أستاذنا الله يبارك فيك. أنا أحمد الزهراني، مدون تقني مهتم بمجال التقنية بشكل عام، وسعيد بالجلوس معك. الله يسعدكم. طيب اليوم طبعا زي ما تشوفون الشعار اللي موجود قدامي، احنا نتكلم عن الجيل الخامس فائق السرعة، نتكلم عن سرعات تصل الى 10 أضعاف الـ4G، بنتكلم عن شركة ريلمي وعن هذا الجهاز اللي بنتشارك احنا ثلاثتنا وندردش عاد يا شباب. بس بنقول لكم شغلة، يعني لا يزعلون منا، احنا عندنا واسطة، ممكن لأننا احنا مراجعين فتوصلنا الأجهزة قبل ما تطرح في الأسواق حتى نعرف تفاصيلها، نعرف الأجهزة هذه مثلا إيش مميزاتها إيش عيوبها. بس قبل هذا كله، قبل ما أبدأ، بنتكلم أول شيء عن شركة ريلمي. طبعا شركة ريلمي هي من الشركات الصينية، وطبعا هي بنيت بدماء الشباب. صحيح. فأذكر إحنا قد قابلنا الرئيس التنفيذي أو المؤسس لها. أنا ما قابلته، من قابلت؟ ولا أحمد اللي. والله إحنا قابلناه في بداية انطلاقتهم، كانت في 2018. أيوه. فهي شركة تصنع الهواتف، ومو بس الهواتف، تقدم الكثير من الأجهزة الذكية. إكسسوارات عندهم. نعم. صح. الساعات والسماعات والمنتجات الذكية بشكل عام. وقاعدين يتطورون بسرعة ما شاء الله، وحقق نمو خلال سنتين، جابوا 45 مليون مستخدم. صحيح. فعلا الشركة جالسة تطلع بشكل قوي، وترانا راجعنا حنا الريلمي 6. صحيح. قبل مدة. نعم. إيش رأيكم في هذا الجهاز؟ كان من أنجح الأجهزة، وأعتقد أنه كان خطوة إضافية لهم في مسيرتهم. بس إيش تصنفونه؟ يعني من الميد رينج اللي يسمونه فئة متوسطة؟ هو ريمي 6 يعتبر فئة متوسطة فعلا، بالنسبة للفئة العليا اللي هو الإكس 2 برو، اللي يقارن بالإكس اللي هو جاء بعده. هذا كان مسبب ضجة. نعم. إعلامية كبيرة، أعطاه جماهيرية كبيرة. نعم. الإكس 2 برو. كم يعني ممكن نقول فترة استخدامكم لهالجهازين، سواء الـ 6 أو الإكس؟ الـ 6 ظل معي تقريبا 3 شهور. أيوة. إكس برو جلست معه 2 شهر. ممتاز، جوال جدا قوي بالذات الشحن السريع، ويعتبر فلاجشيب، فئة رئيسية. فئة رئيسية. نعم. هي. أيوة. كان معالج 855 سناب دراجون. عاد أبو يزيد إيش رأيك؟ مرة دقيق أبو يزيد. لا والله مو دقيق، بس إنه أنا فكرة إن هذه الأجهزة تقدم لك كل المزايا الموجودة في الهواتف الرائدة بسعر ممتاز، يعني في متناول الجميع. هذه فكرة الرئيسية عن مثل هذه. هذا اللي لاحظته هنا في ريلمي. تكون عندك جودة وبسعر مناسب. بالضبط. ومنافس في السوق. وهذا اللي راح يعطيهم من دفاعة قوية إن شاء الله. عندهم ترى على فكرة الريلمي 6 البرو كان فيه مواصفات الفلاجشيب، بس إنه أقل فلاجشيب. أي واحد؟ اللي هو ريلمي 6 برو. هو يعتبر، لا السكس زي ما قلت لك يعتبر متوسط. أيه. الفلاج شيب هو اللي هو فعلا يعتبر الاكس 2 برو، سعره كان 2000 ريال تقريبا. انا اقصد على مواصفاته السكس برو كانه فلاج شيب، يعتبر متوسط فئه عليا. ايوه. وفعلا اداء ممتاز، كان جهاز جدا جميل. اليوم احنا موجودين ومع المتابعين الكرام، راح نستعرض لكم منتج جديد من شركه ريلمي، وهو احدث جهاز راح يتوفر إن شاء الله في الأسواق قريبا. شباب ورونا وش عندكم من صناديق حتى نفتح هذه الصناديق. معنا اليوم الريلمي إكس 15 برو، هذا الهاتف اللي سألت عنه الجماهير طويلة خلال الفترة الماضية، فراح نفتح الصندوق مع بعض على طول. طبعا 5G. نعم طبعا. شوف شوف ايش اللي مكتوب هنا، Let's embrace a new journey. يلا خلونا نبدأ رحلة جديدة. Hey, welcome to Realme family.
مرحبا في أسرة الريلمي. هذا الجهاز باللون الأخضر الطبيعي ما شاء الله. اللون هذا نعم مسبب تمام رائع جدا بالنسبة لبقية محتويات الصندوق. طبعا ما يفوتني أقول إنه في كفر. نعم في كفر مع الجهاز وفي شاحن ثلاثي أيضا شاحن سريع 65 واط دبوس الشريحة وطبعا سلك التايب سي. هذه محتويات الصندوق باختصار. بنرجع للشاحن نعم. هذا يعتبر من أهم النقاط من أقوى نقاط القوة في الجهاز. نعم طبعا وكويس أنك أنت تحصل على تحصل على كفر وتحصل على كامل الباكج من الـ A to Z بالضبط. طيب وعندنا ماجد نفس اللون ما شاء الله نفس اللون إيه؟ طبعا راح يتوفر باللون الأحمر واللون الأخضر. خلونا نتكلم شوي عن مواصفاته. نعم شو رأيكم؟ طبعا الأغلبية الحين لو نتكلم إذا تسمحون خلنا نأخذ شوي الجوال. الأغلبية أنا أحب أشيل القراطيس أبدأ بالتصميم قراطيس. طيب نقول هنا بسم الله هذا شيء جميل جدا. طبعا لو نلاحظ هنا عندنا شركة ريلمي دائما يتميزون باللون البرتقالي. هم دائما يجيبوا ألوان غريبة ترى يجيبون هذا ترى على فكرة لو تشوف كيبل الشاحن بتلاقي فيه وراك سكيته افتحه خلنا ورانا الشاحن ورانا مواصفات واجد. عندنا كاميرا فيها أربع عدسات أو يسمونها كاميرا رباعية. طبعا تستخدم الذكاء الاصطناعي AI كواد كاميرا. وعندنا شعار الريلمي طبعا زر التشغيل وزر رفع الصوت وكتمة. في سبيكرز روح ده ماجد. طيب ستيريو ستيريو ستيريو, ايه ستيريو نعم من فوق ومن أسفل. وعندك بعد لو تشوف الزر الأيمن باور حاطين لونه ذهبي مختلف عن البادي. هذا دليل على أنهم مهتمين بتفاصيل. صراحة عجبتني جدا الحركة. هو أنا أقول لك تشوفها زي الكاميرا الرئيسية. أيوة بالضبط. تفاصيل جدا جميلة. ورنا في الكيبل اللون الأصفر هذا عجبني هاللون صراحة. خلونا نشغل الجهاز. بسم الله شوفوا كيف هذا زي الأصفر برضه. وهذا هو الشواحن. أقول لكم شوفوا كيف التفاصيل دقيقة جميلة جدا. في كثير ترى يحبون هذه التفاصيل. طيب خلونا نبدأ نختار السعودية. خلونا نتكلم عن شوي من المعلومات بحطها باللغة العربية طبعا لأنه موجود فيه. أول شيء نتكلم عن نظام التشغيل هو الأندرويد. أندرويد 10 نعم مع واجهة ريلمي يو آي. واجهة الريلمي لو تستعرضنا الواجهة. استعرض لك الواجهة ممتاز. أنا حاولت أفرمت الجهاز عشان أوريكم من البداية. وماجد ما شاء الله استخدم الجهاز في الواجهة كل شيء. الواجهة هي طبعا واجهة دريمي 1.0. طبعا هي امتداد لأول إطلاق لهم الواجهة خاصة نعم فيهم. تمتاز جدا في بعض النقاط التفصيلية مثل الاهتمام في عملية توفير الطاقة. معطيك خيارات كثيرة بحيث أنك تقدر توفر طاقة بدون ما تضيع أهم المميزات في الجهاز مثلا زي الشاشة مثلا شيء مهم عنده ما ودك تضيع الإضاءة. فيعطيك مثلا خيارات مثل كثير بعض التطبيقات مو كل التطبيقات في الخلفية. وهذه بيساعدك كثير جدا على في خاصية اللي مثل إذا جيت تنام خلاص تحسين الذكاء يقفل إلى وضع السيمبل وضع البسيط يسمونه بالعربي السبات. يعطيك خلاص وقت نوم يعرف وقت نومك. فالفكرة ذي يقفل عليك التطبيقات ويوفر عليك طاقة الاستهلاك. هذه تخليك تستهلك الظاهر كم 2% من البطارية تقريبا طول وقت نومك مثلا إذا أنت حاطة بدون شاحن. طبعا طبعا أعطيك شغلة ثانية. أي زين عطنا. أي خلنا أوريك بس وعجل علينا. أي عندك هنا بعد معطينك ميزة تخصيص الأيقونات كحجم اللي تطلع في الرئيسية. أي في الرئيسية في الصفحة. أي يخصص لك مثلا هنا التخصيص ممكن تغير بالحجم أو بالشكل أيضا. فهذه يعطيك تجربة جميل. مختلفة وحرية في الاختيار بحيث تعمل النمط الخاص لك فيه بمناسبك. شوف هذه تطلع لك كواجهة رئيسية. نعم ايش رأيك انت الحين في الواجهة؟ ممتازة. قاعدين يتحدثون انهم اول اصدار هذا من واجهتهم. فالواجهة عملية وفيها مزايا انتاجية كمان.
وهذا شيء كله ممتاز في مصلحة المستخدم. ممكن بتكون يعني الفترة القادمة منافسة لواجهات أخرى. طبعا ما يسعون لهذا الشيء وقاعدين يتحسنون إصدار وراء إصدار. بالتوفيق لهم. خلونا نتكلم عن مواصفات وميزات الجهاز. وش تقترح يا أبو يزيد؟ أقترح يبدأ الأخ ماجد مول المعالج. معالج الجهاز. المعالج اللي هو 865 معمارية 7 نانو. طبعا المعالجات 865 افضل من معالج العام الماضي اللي هو 855 بحدود 25% كتوفير طاقه واداء اعلى. اداء اعلى طبعا بتوفير الطاقه. وعندك طبعا تحسينات كثيره صارت ملحوظه على الجيم، على التصوير الفوتوغرافي، على اداء بشكل عام. فالجوال يعتبر ممتاز فما بالك اذا معك شحن سريع اساسا. بالضبط. أيه. بالاضافه انه يدعم تقنيات الاتصال فائق السرعه. أيه. اللي هو الفايف جي. أيه. واحنا نعرف انه سرعات الفايف جي طبعا هي وش هي تقنيات الفايف جي؟ زي اتصال كان في 3 جي، كان في بعده الجيل الرابع زادت السرعات فيه. طبعا لو تتذكرون على الجيل الثالث مثلا جوالات القديمة كان فيها انترنت، كان فيها بس رسائل واتصال. بعدين جاء الجيل الثالث، تذكرون الكشاف وذا، كان فيه تصفح بسيط جدا يعني شيء على قولتهم على قده. فجاء الجيل الرابع وطلعت مع الهواتف الذكية، اتصال، انترنت، عندنا ايميل، تحميل تطبيقات، تصفح، تحميل شراء وتسوق انترنت. بالضبط. عاد فما بالكم الحين مع الجيل الخامس، عالي أو فائق السرعة، طبعا يعتبر 10 أضعاف الجيل الرابع. الكلام هذا ما هو يعني على قولتهم نضخم أو نضخم قفزة تقنية، لكن فعلا الفايف جي قفزة كبيرة وقوية جدا. بتكلم عن تقنيات الجيل الخامس. احنا نعرف انه في الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. طبعا الجيل الثاني كان فقط رسائل واتصال، مجرد اتصال ابو كشاف والعنيد وهذه. جاء الجيل الثالث، بدينا نتعلم شوي ندخل مواقع بسيطه عن طريق متصفح الجوال. نعم. اللي كان الدمعه حساس. طيب بعدين جاء الجيل الرابع وطلعت معنا مفهوم الهواتف الذكيه القابله للمس المتعدد. نعم. فطبعا الجيل الرابع يعني ممكن ما يتعدى الى 100 MB او 100 ميجا بايت في الثانية، فما بالكم الحين الجيل الخامس اللي هو يعتبر 10 أضعافه ومرات يوصل اعلى، فيه ممكن يوصل الى 1 جيجا في الثانية. يعني تتخيل انك تحمل فيلم في 5 ثواني. إيه هذه هي الرسالة البسيطة من الفايف جي للمستخدمين العاديين. نعم. انه بدل مثلا ما تحمل المسلسل حقك السيزن كامل تحمله مثلا في ساعتين. نعم. تقدر تحمله في 20 ثانية. بالضبط. نفس الشيء لو حبيت تنزل لعبة مثلا، فبدل ما تنزل هذه اللعبة في ساعة بتنزلها في 20 ثانية ولا في 10 ثواني. هي هذه المختصر المفيد للموضوع. طبعا بس ترى في نقطة مهمة، يعتمد على السيرفر اللي انت قاعد تسحب منه. يعتمد على جودة الشبكة اللي حولك. بالضبط. انا فيه بعض المرات قد خلنا اجرب الفايف جي فعلا، وحملت فيلم من خدمة سيرفرهم سريع جدا، حمله فعلا في 10 ثواني. بالضبط. ومن سيرفر ثاني رجعني على 4G. بالضبط. تعتمد على عدة عوامل مثلا جودة الشبكة والتغطية. 4G إذا كان موجود بيكون أبطأ مع سيرفر ضعيف، ولكن مع 5G مع سيرفر ضعيف ممكن يكون أفضل شوية. بالضبط. طبعا خلونا نتكلم عن نقطة مهمة جدا. الحين الجوال يعتمد على الاتصال، وهذا الشيء ما في مفر منه. على سبيل المثال تطبيقات توصيل الطعام بتكون متصلة، والخرائط متصلة أيضا مع السائق عشان تشوف مكانه وكذا. عندك تطبيقات تبغى تحملها، تبغى الحين منصات الجيمينج صارت أونلاين، كلها أونلاين. نعم. ما يحتاج تحمل لعبة في جوالك. بدون 5G ما تقدر تلعب بسرعة. بالضبط. فأنت اللحظة. كم يبغى لك مثلا زمن الاستجابة؟ لو قلنا لو نتكلم عن زمن الاستجابة أو تكلمنا عن سرعة انترنت، فأنت تحتاج أقل شيء 100. بالضبط. شباب اربطوا الحزمة، شو رايكم نجرب الفايف جي؟ يلا توكل على الله. يلا بسم الله ابدأ. ها ماجد شوف. أشوف. 300. 400. يا سلام. نعطيه وقت زيادة بيصل هذا يأكد اللي قلناه قبل شوي. 450. 450 ممتاز. كويس. 450 طبعا يعتمد
توصل سرعه موجود فيه. وحنا منا ما حطينا جنب شباك او كذا. وعلى فكره ترى طالع حتى فويس اوفر ال تي اي صحيح يدعم الاتصال عبر الواي فاي عندنا. يعني ممكن بنسوي مراجعات كامله ممكن اكثر عن الجهاز. طيب تكلمنا عن المعالج، تكلمنا عن الفايف جي، نجي للكاميرا. الجهاز ما شاء الله فيه ست كاميرات، كاميرا رئيسية 14 ميجا بكسل، وفي كاميرا 12 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى 8 ميجا بكسل برضو، هذه كاميرات الخلفية على فكرة، وفي كاميرا 2 ميجا بكسل. من الأمام في كاميرتين، كاميرا 32 ميجا بكسل والكاميرا الأخرى 8 ميجا بكسل سداسي يعني. نعم، والكاميرات تدعم الأوضاع اللي نعرفها يعني في التصوير غالبا في كل الأجهزة الرائدة، عدسة واسعة، عدسة واسعة والوضع الليلي أيضا. كيف قوة التصوير والتقريب الليلي؟ التقريب موجود لغاية 20 مرة تقدر تقرب رقمي، وفي عدسة أيضا ماكرو في ضمن كاميرات الجهاز. من الأمام في ميزة رهيبة هم حاطينها، بالعادة الكاميرات هذه واحدة تكون كاميرا وتكون مستشعر، بس هم حاطين كاميرا رئيسية وحاطين كاميرا زاوية واسعة، يعني تقدر وانت تلتقط الصورة مثلاً سيلفي. أي مثلا أنا وانت الحين نلتقط صورة، عطنا سيلفي، صورة يلا. سيلفي الآن شوف انت مش ظاهر، بس تقدر تستخدم الزاوية الواسعة عشان نظهر كلنا، شفت كيف الفرق؟ ما شاء الله. طلعنا انا وانت و... ايوه طلعنا صور الواسعه، طلعنا انا وانت وماجد في الصور. اي وشلها الحين عشان نوري المشاهدين. طيب. شل الواسعه الان، خلينا اصور عادي. نعم هذه الصوره عاديه، انا يدوب طالع على الحالي في الصوره. أي. تمام يلا الحين وريها المشاهدين. توقع هذه الكاميرا. نعم هذه الكاميرا بالصوره العاديه، هذه بالصوره العاديه، هذه الصوره بالكاميرا العاديه. تمام الان راح ناخذ سيلفي بالكاميرا الزاويه الواسعه. صورتها انت مصورها تراك. تمام يلا لا تشرح، لا تركز. ايوه لا تركز. وهذه الصوره بالزاويه الواسعه، شوف كيف طلعنا احنا الثلاثه مع بعض. يلا شوف كيف الفرق بين الزاويه العاديه والزاويه الواسعه، طلعنا احنا الثلاثه مع بعض في الصوره. تمام انا اشوفها والله عجبتني هالخاصيه. نعم. عندنا شوف في الواسعة وفي العدسة العادية. طيب وش رأيك نجرب أشياء من التصوير في الكاميرا؟ طيب. مثل التقريب، مثل الماكرو. ماكرو ترى جميلة مثلا، خلينا نقرب على هذا الجهاز هنا مثلا. طيب الآن ناخذ صورة بالعدسة الرئيسية، حيكون التركيز على الشجرة اللي هناك. طيب تمام، سويت اقصى حد للاكس بدون هذا، هذه صورة هجينة. ايوه صوره طبيعيه. الان بعد كذا راح ناخذ صوره مقربه، تقدر تقرب من هنا لغايه 20 مره. الان التقط الصوره، هذه الصوره مقربه. طيب يبغى لنا نشوف نمله عشان نصور الماكرو ولا ما في نمله الحين؟ مشكله. طيب دوروا لنا نمله. طيب خلنا نشوف، بجرب انا الماكرو. ايش رايك اوريك العلبه هنا؟ هي. تقربها من هنا الماكرو. يلا شوف كيف التقريب في الماكرو، تقدر تقرب لغايه 2 سنتيمتر وانت تصور الماكرو، تقدر تقرب من الهدف لغايه 2 سنتيمتر وحتى يمكن اقرب. التقط الصوره يا طارق لو سمحت، وخلني اشيل الماكرو كده. بدون الماكرو طبعا ما تقدر، انت قريب من الهدف طبعا جداً. بالماكرو يطلع بالضبط، تطلع التفاصيل للصور، يبي له يلبس نظاره. بدون اذا فعلنا الماكرو غير الوضع. نعم. طيب عندنا العدسه الواسعه، عندنا عدسه ال 64 ميجا بكسل. نعم. طبعا تختلف، في عندنا الصور الشخصيه، الصوره، الفيديو، فيه منع اهتزاز. على فكره طارق ترى يدعم تصوير ال 4K من الكاميرا الخلفيه لغايه 60 فريم، 30 و 60 فريم. إيه؟ من الكاميرا الاماميه فول اتش دي 120 فريم في الثانيه. حلو. نعم. اقدر اخليها من خيارات خبير واطلعها في الايزو، في عندي تتحكم من سرعه الكاميرا الفريمات، سرعه الفريم، وتضبط امورك. شوفها في الاعدادات هنا موجوده. نعم. اي موجوده فيه كلها اللي قلنا عنها، خيارات متعددة كثيرة. بس خلونا نرجع نذكر العدسات مرة ثانية. هي عندنا 64 ميجا بكسل، هذه العدسة الرئيسية. نعم. أي. وعندنا الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجا بكسل. أيوة. وعندنا التقريب بدقة 12 ميجا بكسل، وطبعا تقدر تقرب رقمي لغاية 20 مرة، يعني تقدر تأخذ زوم 20 مرة.
ايضا في عدسة الدبث اللي هي عدسة العزل بدقة 2 ميجا بكسل، هذه الخلفية. بالنسبة للأمامية عندنا 2 ميجا بكسل الرئيسية والواسعة بدقة 8 ميجا بكسل. ايوه يعطيك العافية. 32 ميجا بكسل. نعم 32.8 بكسل صحيح. تمام. ودي عاد الحين نتكلم عن المميزات اللي تهم المشاهدين، يعني في الحين بعض الأشخاص يتابع يقول هل في دفع، هل في بلوتوث، وش في نوع الوايرلس الموجود فيه كذا. نعطي الخبير ماجد عاد. طبعا توفر في أهم مميزات، عندك واي فاي، واي فاي في 6 اي الاصدار السادس من الواي فاي. اي صحيح. طبعا هذا يتميز بسرعه وامان اعلى، وطبعا سرعته اقوى من الجيل احدث شيء بحكم انه معانا احدث معالج، فطبيعي يعطينا احدث تقنيات زي بلوتوث. اخر تقنيه اللي هو 5.1 بيعطيك مدى اطول من السابق وامان اكثر واتصال اكثر. نعم. بالاضافه عندك الجي بي اس دبل ولا اللي هو الملاحه، الملاحه جي بي اس دبل ابو يزيد ولا نعم مزدوج مزدوج مزدوج. وعندك ان اف سي اللي مهم جدا الحين صار المجتمع عندنا كله يعتمد على تطبيقات مدى، تطبيق مدى في البيع في الدفع قريب جوال ما في ان اف سي دائما تحس انه في مشكله. طبعا عندك البصمه اوبتيكال موجوده في الشاشه، موجوده على الشاشه البصمه. ايوه موجوده هنا اوبتيكال، واستجابتها جدا سريعه. ورناها ثاني مرة، ولو تنقلب أحمر كان بحسها عيون عيون فرر. لا بس حلوة حلوة استجابتها جدا جميلة. طيب ايش رأيكم وحنا نسالف الحين؟ طبعا بالإضافة لفتح الوجه من طريق فتح الشاشة من طريق الوجه. ايه أيوه. بالضبط. ايه كويس، يعني فيها التعرف على الوجه، معناته فيه ليزر ولا تقريبا من الكاميرا. طيب ايش رأيكم وحنا نسالف أبطلع الشاحن؟ تدرون انه الجهاز هذا من احد مميزاته قوة الشحن. كم هي واط يا ابو يزيد؟ 65 واط قوة الشحن. 65 واط يعني 35 دقيقة من 0 إلى 100%. 35 دقيقة. والله تجربتي تقول لا، انا طلع معي ب 32 دقيقة ونص تقريبا، جربتها اكثر من مرة. ما ادري ليش كانت 35، بالعكس جدا سريع. زايدينها شوي لك يعني أيه عشان أيه ما خلاص 27 يجيب لك 95%، يعني لا تكمل يعني اقل من الساعه تقريبا فل جوالك. طيب ممتاز جدا على قولتهم. خلنا نجرب الحين، جبنا توصيلتنا معنا وانا جايب شاحني معي، لا احد ياخذه الظاهر بعلم عليه. ها طيب خلونا اشبكه، وهذا هو شبكناه. عطنا الجهاز يا ابو يزيد، عشت لا حرمنا من اهل يدين. لف الشاشة. طيب بسم الله. الان البطارية 40%. خلني افتح على البطارية الاعدادات بعدين بروح البطارية. شوف 44 تمام؟ تمام. والساعة كم؟ الحين الساعة 8:15 بالضبط. بالضبط 8:15 الحين. جميل. شوف 45. عادي أنا عندي الليل بطولة، ممكن أنتظر. ما هو ما حخليك تنتظر، هو على طول في غمضة عين حي. بربع. طيب أنا ودي يطلع في الشاشة الرئيسية. خذ نقطة وارجع له. يلا خلنا ناخذ نقطة. عطنا نقطة. راح نتكلم عن شاشة الجهاز. طبعا هي ايضا من اهم مزايا الجهاز الشاشه. الشاشه بتقنيه اوليد طبعا، بحجمها 6.4 انش، دقتها فول اتش دي بلس. طبعا ما فيها الا مكان بالضبط، ما فيها الا مكان الكاميرتين. تدعم الاتش دي ار 10 بلس، وهذا شيء ممتاز في موضوع الالوان. والقزاز اللي انت تلمسه وتشتغل عليه هذا الجوريلا جلاس 5 5. نعم في نقطه مهمه في الشاشه انا بخليها للاخ ماجد بما انه مهتم بموضوع الالعاب، فراح هو اللي يتكلم. طيب وانت تتكلم وصل 47. شفت كيف؟ ما اقول لك هو ما راح يعطيك فرصه. تردد الشاشه 90 تردد و60 هرتز او 90 هرتز حسب تحدده، او تخليه تلقائي بحيث انه يقدر يغير لك حسب حاجتك. يعني صار في
يوفر من الطاقه بالطريقه دي. اذا صار في شاشه ما يحتاج 90 هرتز في التطبيق يروح يقللها تلقائيا وكذا يوفر من الطاقه. وزي ما قلنا في البدايه توفير الطاقه في الواجهه جدا ممتاز. طيب بدامنا تكلمنا عن توفير الطاقه والشاشه وعن الهرتز تحديدا اكيد حقين الجيمنج الحين ممتع جدا اي اسمعوا هرتز هرتز وين الجيمنج جدا ممتاز الجيم عليه. انت جربت انا جربته على كول اوف ديوتي جدا ممتاز كول اوف ديوتي استجابه الشاشه ممتازه موبايل. طبعا اضف الاداره كله عندك الستيريو سماعات الستيريو بتشوف اللي تسمع توزيع يمين ويسار اي تسمع هو جاي لك من يمين ولا يسار تصيده اتكيت له تعرف البسطار ومن جربت الواحد الواحد في كول اوف ديوتي خلاص تبدا تستنى تخبى وتستنى بس وين يجي لك عشان تصيده فجدا ممتاز في جدا توزيع ممتاز. اجل قوي توزيع الصوت جدا ممتاز. طب وصل 50% زين وحنا نتكلم الحين هذا احنا ندردش خلوه اجل يكمل 51% خله يكمل على راحته. طيب دامنا قبل شوي قلنا عن ال 90 هرتز اللي هي سرعة تحديث الشاشة صحيح أكيد سمعوا الحين حقين الجيمينج هرتز 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 متحمسون قلنا عاد عن الجيمينج جدا ممتازة كانت زي ما ذكرت لك ردود الشاشة 90 هرتز وبيعطيك أداء ممتاز واستجابة ممتازة والتجربة بشكل عام حتى مع سماعات ستيريو ممتازة. خلني اوريك اتكلم لك عن مساحه الالعاب الخاصه في الجيمز او مميزات في الوقت الالعاب بالضبط التطبيق اسمه مساحه الالعاب او منطقه خاصه بالالعاب. عندك مثلا عندك ثلاث خيارات هنا اللي هو وضع منافسه اللي هو بيعطيك اعلى اداء في في الفول بيرفورمانس ياخذ كل وبنفس الوقت بيوريك كم باقي من البطاريه باقي لي قدامي الحين ساعتين وساعتين وثلاث ساعات الا بإضافة إلى وضع المتوازن 30% أنت أنا 30% يعني بيكمل معك ثلاث ساعتين وثلاث ساعات مرتاح وانت جيمينج أي هذا على منافس لا على طبعا شيء طبعا هذا اللي أعلى أداء. أعلى شيء طبعا في الوضع المتوازن الوضع المتوازن بيعطيك أداء ممتاز أيضا. أنا عن نفسي دائما ألعب وضع متوازن يعطيني أداء ممتاز دون حرارة دون تقطيع في اللعبة ويحافظ على الطاقة ويحافظ على الطاقة وبنفس الوقت موارد الجهاز الثانية أي بالضبط للاتصال أي. واي فاي وغيرها صحيح وفي وضع طاقه منخفضه حسب احتياجك. طبعا بيعطيك خيارات تثبيت الوضع تلقائي السطوع عندك ايضا حظر الاشعارات حظر رفع المكالمات بحيث انك ما تقطعك تقطع مزاجك حين اللعب اي لانه معروف ترى انه في الجيمينج دائما يستهلك الجهاز مثلا خصوصا الالعاب سواء حتى على الكمبيوتر العادي على الجوالات نلاقي انه موارد الجهاز كلها تستهلك لان في وترتفع الحراره مع ترتفع الحراره واشياء كثيره مع ترى في نظام تبريد مختلف هنا فيه نظام تبريد مختلف انبوب تبريد ممتاز بيعطيك اداء ممتاز يعني جلست ساعتين مع ببجي ومع كول اوف ديوتي بدون تقطيع بدون حراره واداء مستقر وهذا يهم بالذات الالعاب الاونلاين ما تبغى تنقطع انت او تحس زي حق ببجي كول اوف ديوتي فورتنايت هذه الالعاب كلها الاونلاين ممتاز خصوصا انها تعتمد على اتصال بعد صحيح. طيب انت الحين بتلعب جيم ايه طيب انت لابس وشو ده هذا العربي حقهم هذا لبس حقك ايه طبورة ما رحت سوق ولا شيء لا فيه 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 كثير بس حتى كل وقت ومزاجك الوقت له اذان ثقيل ده وشلون تركض فيه اوريك الحين والله واضح زي ما كسرت راسك من قبل اي كسر راس غيرك اقولك لابس كل شيء لابس كل اللي في اللعبه دولاب اللعبه ما ادري شلون بيركض نبدا نشوف يلا شوف بدا ارفع الصوت خلنا نسمع الستريو اذا بغيت ترجع مساحه الالعاب لاي شيء عشان تشغل اللي هو تسجيل الشاشه موجود تسجيل الشاشه عندك او لقطه الشاشه ممتاز هذه لقطه اي ممتاز وعندك بعد بس تسحب من جنب يا اليسار يا اليمين عشان تظهر لك الخيارات ممتاز ويعطيك وضع الجي بي يو والسي بي يو والعدد الاطارات 60 انت شايف اللي هو كرت الشاشه اي طبعا كول اوف ديوتي تعطيك تقريبا 60 اطار وجالس يقول لك هنا انه فعلا جايه 60 اطار عندك طبعا الاطار هو يختلف عن معدل تحديث الشاشه لكن في المجمل هم متقاربات في صحيح والله سلس انت ما خليت اوتو
ما تخلي اوتو انه يطلق؟ لا. ليش؟ ما احب اصير مجرم. شوفوا شوف عندك الالوان واضحه، البعد، الابعاد كلها ممتازه، حتى في ببجي تعطيك اداء ممتاز. مو مركز معاك. طيب ننتقل لاخر نقطه عندنا، البطاريه. انا تكلمت عن الشحن، ترى وصل الحين يا ابو يزيد 85%. 85% في ربع ساعة. ربع ساعة تقريبا. صح، احنا بدينا 8 وربع والحين 8 ونص. كم كان؟ 40% كان 40. كان 40 والحين 85. نعم، عموما هي البطارية بساعة 4200 ملي امبير. والشحن السريع زي ما قلنا بقوة 65 واط. يشحن البطارية حسب ما اعلنت الشركة خلال 36 دقيقة. بس ابو يزيد ايوه تجربه ابو هشام ما شاء الله صار معه اسرع خلال 32 دقيقه. نقول طيب قبل ما اختم، شكرا من الاعماق لريلمي على هذه الثقه وعلى استضافتنا في الاعلان عن هذا الجهاز. ان شاء الله يعني نكون بنطلع احنا عاد مراجعات كامله عن الجهاز ان شاء الله قريبا وتجاربنا. ما قصرتوا ابو يزيد، عاد جاي من تبوك. الله يعطيك العافيه، شكرا للشركه، شكرا لك، كعادتك دائما متالق، وان شاء الله تجمعنا احداث مستقبليه باذن الله. الله يسعدك. انا ببدا افصل من الحين. عجل عجل. يعطيك العافيه جميعا، وشكرا شركه ريمي، ويعطيك العافيه. والحين تكلمنا عن الريلمي اكس 50 برو 5G، تكلمنا عن أغلب المواصفات وأنه من الهواتف الرئيسية، وإن شاء الله نلتقي معكم في مقاطع أخرى. عاد أنتوا تابعوا حسابات ريلمي على السوشيال ميديا، سواء على اليوتيوب أو التويتر أو أيضا حساباتنا الشخصية. كان معكم طارق الجاسر، أحمد زهراني، ماجد تخيل. عاد يعرفونك بالسعودي أندرويد. نعم، ليش ما تطلع بالنكنيم حقك؟ يلا في أمان الله. السلام عليكم.